لجيزان طبعا كانت الحياة هنا قاسية، وفعلا أنا على الجبهة الآن زي ما أنا كنت أتمنى وكنت أتخيل. كنا يعني نشرب مويه حارة، كنا عايشين على مواطير، ما في كهرباء، إحنا على الجبهة بيد سلاحي وواقف قدام صحراء وطبعا جنود معايا. فغيرت هنا الحياة عندي من حياة رفاهية وترف وإنه منعم وإن الوحيد والمدلل لحياة خشونة وعسكرية ومصنع رجال فعلا لي أنا. بعدها تعب الوالد وحسيت إني أنا لازم أكون بجنبه. إيش اللي خلاني أحس بالإحساس هذا؟ إنه لما أنا كنت في خميس مشيط وهو كان في جدة، لما يتعب ما في أحد يأخذ يوديه المستشفى. عبال ما يتصلوا علي وأدور حجز وأوصل لين جدة أجيلهم في المستشفى، فألاقي أقاربي طبعاً كانوا يقومون بالواجب، الجيران كانوا يقومون بالواجب، بس حسيت في نفسي إني أنا أكون بعيد عن أبويا خاصة في المرحلة هذه. قررت إني أنا أترك العسكرية عشان أكون في خدمته، وفعلاً قدمت استقالتي من العسكرية وجيت. طبعا الوالد كان عنده مرض اللي هو داء الفيل. داء الفيل يمكن البعض منكم يعرف انه لازم يحتاج لعنايه، تنظيف القدمين وانتم بكرامه، تعقيمها. فكنت انا اجلس عند رجول الوالد الله يرحمه وانا انظفها بنفسي، وكان لما يجول الناس او يجول اقاربه كان يفتخر فيها، يقول خالد ترك عمله، ترك وظيفته وراتبه عشان يقعد ينظف قدماي.